محاسن، رحنا فيها يا محاسن لبين ما تحولنا على الخطة جيم لحصان مرق على الجسر من زمان من دون ما ننتبه. عديم الفايدة اللي عندك جايب كمان لبنتي، ليش؟ مين هو؟ ما فهمت مين هو ومن له المصاري لحتى يجيب كمان لبنتي؟ ليش؟ نعم الزمرد بعرف وما قدرت امنعه، شو ساوي؟ أنا ليش عم شم ريحة المصاري هون؟ هي الريحة أنا بعرفها كتير منيح. حسين، من وين اجوكي هدول الأولاد؟ في أخين هنيك جنب بعض، قليلي هالأخين منين جايينك؟ قليلي من وين اجو هدول؟ أنت شو عم تشتغلي هون؟ وشو عم تساوي؟ ولأول مرة بشوف الأطفال، من وين طلعوا؟ شو بدنا نساوي زمرد يعني؟ رح نساوي فاصولية كلاوي وفاصولية بيضة وحمص ورز. مظبوط، دائما اطبخي نفس الشيء ومع سلق. نحن ناس مساكين، يعني شو بدها تعمل المصاري عنا؟ ايه طبعا يا روحي. ليش مين نحن؟ نحن مجرد عاملين فقراء ومعترين كمان. ريحة المصاري بتكون جاية من عندك زمرد خانم، شميها منيح. مظبوط ما بتطلع غير مني. ما هيك يا أطفالي الحلوين ولي على هالريحة. بس هنيك في اثنين وهالشي زعجني، بس يلا عادي. وهلأ عن إذنكم يا فقراء، المساكين قال إيه أنا بشم ريحة المصاري عن بعد 1000 متر. أنا زمرد كورفالي ما رح أرتاح لحتى أعرف شو القصة وخرب عليكم كل شي ونشف لكم مصدر هالرزق من أساسه وما هنيكم. حصت علينا؟ لا يا محاسن صدفي، ما تقلقي، ما حسيت على شي. هاي مهبولة هالمرة، مبرراتنا كتير سليمة وأكيد اقتنعت، متأكد. ليكي خلينا نترك كل شي على جنب، بس انه مروان يحجز مطعم كامل كرمالك انتي، هالشغله كتير بتجنن. يا زينب انتي شو عم تقولي؟ عم قلك مروان متزوج يا بنتي. يعني صح متزوج، بس هذا الشيء شكلي قدام الناس مو اكتر. وبشو رح تفرق؟ يعني مالك شايفه بعينك الوضع اللي حطني فيه؟ لسه كل ما اقول ما بدي انحط بهيك وضع ما بلاقي حالي غير فايته فيه وغصب عني زينه. انا ما بدي اعمل هيك بحالي وما بدي ادفع ثمن اخطاء مروان لانه انا ما دخلني فيها. طبعا ما رح تدفعي الثمن اسراء، بعدين حتى مروان ما بده هيك شي كمان، وليكو خبرك وقال لك رح ينهي الموضوع ويطلق مرته. صح قال لي، بس بعرف كارلا مستحيل تتركه بحاله. كارلا وافقت بكل سهولة، رح احكي مع المحامين ونطلق بسرعة. يعني عن جد شي غريب انه توافق بهي السرعة. يعني شو كان بدك تعمل؟ كرمال مصلحة الكل لازم تنتهي هي اللعبة يا موسى حالة. ايه والله لازم يصير هيك يا اخي، بس خلينا نشوف اسراء رح تسامحك بعد كل شي عاشته ولا لا. رح تسامحني؟ بعرفها معصبة مني ومعصبة كتير كمان، بس هي بتحبني كتير وأكيد رح تسامحني. لا أنا ما بدي سامح زينه، يعني أنا مكسورة من جوا ومنهارة لدرجة إنه شو ما عملت وكيف ما تصرفت ما عم تزبط معي، وما عادت أعرف كيف بدي أتصرف بهالقصة. ليكي إذا في حدا لازم يعمل شي هلأ فهو مو أنتي مروان، هو رح يعمل واجبه بالكامل، بعدين أنتي رح تعملي اللي بدلك على قلبك. قلي لي مو هيك يا رفيقتي الحلوة؟ حياتي. كيف صرتي ماما؟ طمنيني عنك. منيحة، حتى لو ما كنت منيحة بما انه ماريل كل دقيقتين عم تجي عم بعمل حالي منيحة. طبعا بدها تجي وتتفقدك، ما بدها يصير معك هالشي مرة تانية بنوب. هالموقف ما رح يتكرر، مالي عرفانة احلف ولا اوعدكن لحتى قلبكن يطمن علي اكتر، بس يعني خلص حادثة سيئة وصارت مش الحال. متأكدة؟ متأكدة. انتي كيفك؟ شو عملتي مبارح؟ شو بدي أعمل يعني؟ مروان ما رجع؟ بلا رجع، وأول ما رجع قال لي إنه بده يعني نتطلق. كيف؟ طيب وإنتي شو قلتي؟ شو بدي قلت له؟ قلت له تكرم. قلتي له تكرم؟ إنتي جنيتي؟ لا أنا ما جنيت، وعقلي لساته براسي لهلأ، بس أنا ما عندي نية وقف ضد الطلاق أبدا، لأنه هيك طلاق بالأصل ما رح خليه يتم. إنتي شو عم بتقولي؟ ما عم بفهم عليكي. رجال متزوج ومرة عزبة، وبالصور مبين كيف عايشين حبهم ومانهم مهتمين باللي حواليهم ومعتبرين إنه ما في حدا موجود. طيب وشو بدك تعملي بهاد؟ يعني بتعرفي بهيك معلومات ممكن تاخدي كل شي بملكه مروان. ماما أنا معي مصاري أكتر من مروان، وفيني أحصل على أي شي بدي إياه بهي المصاري،
ما عدا مروان، وأنا ما بدي غير مروان، وما في قدامنا مانع غير إسراء، وهي اللي بالصورة أنا رح حاول جهدي إمحيها من حياتنا للأبد. إيه مثل ما قلت لي عم صار. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلين إسراء. شو مفكرين حالكم رح تخلصوا مني بهالبساطة؟ نحن أخذنا أخبارك الصبح وما كنا متمنين إنك تسافري. احكي لنا كيف كانت أنطاليا؟ يعني شو بدي أقلكم؟ رحت يوم ورجعت ما تعرفت فيها على شيء، بس كانت حلوة وهادية. وعلى فكرة لازم نشتغل أكتر لأنه سلمت كل الشغل لفريق أنطاليا ولازم طلع عم بتواصل معهم، يعني طول ما هنن عم بيشتغلوا هنيك أنا عندي شغل كتير ولازم خلصه كله. يعطيك العافية. إذا بيلزمك شيء قوليلي. وأنا طيب. كمان شكرا. مرحبا، يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين. إسراء خانم، أهلين فيكي. يا ريتك ارتحتي اليوم. بالله عن جد، شوفوا مين عم يحكي. أنا في عندي أمور لازم انهيها. قالك شغلة، ما بعرف أي كنان أحسن. كنان اللي واقف هون فوق راس المتدربين ولا كنان اللي بيشتغل مثل النحل؟ عن جد ما عم بعرف. إسراء خانم لسه ما شفتي شي. نحن هلأ لحتى بلشنا. بالضبط. أنا بمكتبي، إذا بدك ناطرك على القهوة. طيب بمرق. يلا بشوفك. باي باي. شوفك. ألو. نعم إسراء، ممكن تجي لعندي؟ حاضر مروان بيك، هلأ بيجي لعندك. ناطرك. نعم مروان بيك. كريم عنده أسئلة بخصوص أنطاليا، حبيت نناقشها مع بعض. لو امبارح قدرت أني قلتيه معه كنت قدرت جاوب على أسئلة كريم بيك، بس بسيطة. كان لازم يصير هيك يا إسراء. أنت اللي عم بتقرر هاي القصص مروان بيك. بالضبط هيك، عادي. أنتم مدققين منيح بالملفات، بس كم شهر عم يغطوا؟ بيغطوا 5 شهور. وبعدين العشاء اللي انت عملته ما كان لازم يصير مروان. نحنا ما فينا نتعشى مع بعض، نحنا ما فينا نحكي مع بعض بأي شيء تاني خارج نطاق العمل، وأنا خبرتك بهذا الحكي من قبل وعم برجع أقوله. لحد اليوم تصرفت معي من عقلك، بس ما بقى فيك تتصرف هيك. هالشي مو مزبوط. إسراء، أنا عم صلح كل شيء غلط موجود بحياتي، وحكيت مع كارلا رح نطلع. قلت لها ما عاد بدي استنى وهي وافقت. لا كارلا، ما بتتركك ولا بتتخلى عنك. حكيت مع المحامي من زمان، عم نبدأ بالإجراءات. تمام، بس أنا شو خصني؟ شو ساوي يعني؟ بدي منك تستنيني يا إسراء، وبدي تسامحيني كمان. مروان. إسراء روحي اعملي يلي بدك. مروان بس. إذا بدك فيكي تضربيني، اعملي يلي بيريحك. فشي خلقك بكل شي عملته، وإذا اضطر الأمر كل يوم طلعي روحي. أساساً أنا بلاكي ما عندي روح، بس المهم قلي لي إنك رح تستني لو سمحتي. إسراء، ليش أنا في عندي حل تاني؟ إسراء وقف. مروان، انت ما فيك تلمسني قبل ما تطلق، ولا تضل عم تلحقني كل الوقت، ولا تضل تقرب مني. موافق. تمام. واذا رح تغلط غلطة كمان، حط ببالك انه ما رح اسامحك لاخر عمري. بعرف مستحيل اغلط. هلأ كريم بيك عن جد عنده أسئلة؟ عنده، بس أنا فيني جاوب عليها كلها. أنا رايحة لكان. ما شبعت تطلع فيك مروان. خلاص إسراء استني. أوه
كرمال الله نزلي هالناضور من ايدك بقى يا اختي، شو هاد مثل قراصنة البحر؟ ما فيني اتركه يا ريحان، ما فيني اتركه، عم شم ريحة المصاري بس ماني عم اعرف المصدر تبعون، انا لازم اعرف كل شيء وقديش معون ومن وين اجوهن، لازم حل هالامور كلها اليوم. اختي عندهم مطعم وعم يشتغلوا، وهي المصاري كلها عم يكسبوها من عرق جبينهم. مطعم شو يا ريحان؟ مطعم شو؟ شو مالك شايفة انتي؟ نفس الزباين ونفس التواصي للبيوت وللعالم، ولك هدوليك الأطفال يلي بإيدها من وين؟ لقيتها هذا غسيل أموال. أختي قلتلك عم يشتغلوا من عرق جبينهم، خلص بقى كرمال الله عم بترجاكي والله داخلي، معقول عم يكسبوا المصاري يعني من غسيل الأموال؟ مثل ما عم قلك، من وين بده يكون لكان؟ أخ ما بيصير يا ريحان، وأنا ما بكون زمرد كورفالي إذا ما بحلل هالمسألة بأسرع وقت. أسرع أوف، فكري كيف ما بدك، بالأخير أنت عم بتصدقي، ولهذا السبب ما كان لازم حبه. أوف، اجتماعي مع الجماعة اللي عم ينظموا قائمة الألعاب كان بعد الظهر. صحيح مزبوط حكيك، بس قرر كنان بيك اليوم يلغي المشروع. كيف يعني لغى؟ ما بعرف التفاصيل مروان بيك، بعدين هو ما عطاني معلومات كافية، بس خبرني إنه بدنا نلغي المشروع تبعنا. وينه كنان هلا؟ موجود بغرفة الاجتماع. طيب خلاص أنت فيك تروحي. شو مفكر حالك عم تعمل أنت؟ أهلين فيك مروان. ليك ما بعرف إذا عندك خبر، بس أنا إلي سنة عم اشتغل مع الجماعة، كيف بتلغي المشروع قبل ما تسألني لإلي؟ لقيت تشتت هالشركة بجهات مختلفة تصرف غلط، ولهيك أنا تدخلت. رح يعملوا تطبيقات ألعاب للشركة الجديدة تبعي. ما عندك هاي الصلاحية كنان. خلينا ننسى شوي موضوع مين عنده صلاحية وبشو عنده إياها، ورح نضل هيك لوقت ما أنت أو أنا نروح من هاي الشركة أو نموت. هون مانو حديقة للعبك، أنا ما بسمح أبداً لولد مدلل يقضي على الشركة اللي تعبت وشقيت فيها ألف مرة. حط ببالك هذا الشيء واحفظه. لك عمل اللي بيطلع بإيدك مروان، أنا هيك بدي أعمل. وهلأ يا ريت تتركني. موسى أنت شفت كارلا شي؟ لا ما بظن إنها أجيت. هاي الباقة إلا وأنا استلمتها عنا، بس أنا مستعجلة ولازم روح عندي اجتماع. طيب أعطيني إياهون، أنا رايح بهديك الجهة وبحطهم بغرفتك. شكراً إلك، شكراً كتير. تكرمي. بعد سنين منحتيني فرصة التنفس بهالمدينة بتشكرك من قلبي. ميم نقطة. خير موسى؟ هذا جايكي ورد وأنا وصلته. عن جد عم تحكي؟ المعازيم اللي ما أجوا على عرسنا عاملين حديقة وعم يبعتوا لي ورد كل فترة. طبيعي. ايه طبعاً طبيعي، انجبرنا نعمل عرس صغير وما حضروا الكل معنا. شكراً فيك تروح. تكرمي، بشوفك. توقعاتي صدقت للمرة الثانية، قلت لك انت اللي رح تتصلي فيني. انت شو مفكر حالك عم تعمل مارك؟ وشو هالورد؟ اهدي شوي، ماني كاتب اسمي عليهم، برأيي فيني اتصرف. لا ما فيك تعمل هيك، ما بسمح لك. اصحك تاني مرة تحاول تبعت شي لهون وانساني، مفهوم؟ لمين عم تقولي انساكي كارلا؟ هذا صديقتي. شبو حاجبك؟ دردشنا شوي انا وزوجك. عن جد انتو الاثنين مثل الاولاد الصغار. ما قلت لك لا تروح على أنطاليا كنان؟ كارلا، برأيك شي طبيعي إنك تعرفي بسفر زوجك على أنطاليا عن طريق التليفون؟ ليش عم تتصرفي بهالبرادة؟ ليك كنان، أنا عن جد مليت كتير على قد ما أنك عم تتدخل بزواجي. قلت لي حاربي كرمال مروان، وأنا حاربت، وليكني متزوجته. طيب وأنت؟ أنت تطلع على حالك، بس لأنه أسراء رح ترفضك مقطوع قلبك. تحليلك غلط يا أختي،
أنا عم بستنى الوقت المناسب. هيك لك، بس كنان ما في شيء اسمه الوقت المناسب، حاجة تضحك على حالك. ليكي كارلا، شو ما كان اللي بينك وبين مروان فيك تقليلي عليه؟ لك أنا أخوكي، شو عم يصير بيناتكم؟ قولي. ما عم يصير شي كنان، نحن مبسوطين كتير ورح نضل مبسوطين. خلصت؟ ايه خلصت كارلا. رح سجل البيت اللي ببودروم على اسمك، بس عندي شرط. وقف وقف، لا تتوقع ابدا انه انا رح روح من هون. الموضوع ما انه روحتك من هون او انك تبقي، بدي تطلعي من حياتي وحياة اولادي للابد. عفوا، ما تعملي حالك مصدومه او ما فهمتي. ملاحظ كيف عم تنزعي توازن كارلا، بس انا ما عاد اسمح لك. لكن وانت لاحظ شي كمان، مستحيل اني اتخلى عن اولادي شو ما عملت، واذا بدك لا تسجل البيت باسمي. قديش بدك؟ شو تمن تركتك لنا بحالنا؟ هالكرتونة سكرناها، وهلأ خليه ينتهي التنقيط وخلينا نحضر الدفعة الثانية ونحطها بأناني. بس يا روحي دخيلكم، خلينا ننتبه، ما في مكان للخطأ. يا من أنا مليت كتير وأنا عم بتطلع على هاد، يا من صار معنا مصاري خدني على السينما أو على شي مكان. بس يا روحي لسه ما خلصنا شغلنا، تحملي شوي لو سمحتي. لك لا تقلي يا روحي وغيره، لك اتطلع هاد بتعلم وشهم وبيفهم بيكمل الشغل. تمام يا روحي تمام، وانت عندك حق، ايه مو سهلة تكوني زوجة الرجل الداهية. يلا خلينا نروح على السينما وانت ارتاح. شو زعلت؟ دقيقة دقيقة، لوين رايحين؟ بعدين يا جماعة اطلعوا على عمركم وعلى حالتكم، بعدين أنا الشاب اللي مفروض روح على السينما مو أنتو. لا تخليني أضحك هلا أكرم، خلص بقى، أنت بزلت يا روحي راحت عليك. يا من نزل لي هي رجاء. لحظة، أنا إنسان وبعدين شو يعني هي يا روحي؟ أنا رح أساعدك، دقيقة انداري لعندي، خليني أفتح لك السحاب. أيوة لا، شو عم بيصير؟ شو عم يعملوا هدول؟ زمرد، كيف ما فهمتي؟ انت كان لازم تحلي هالمسألة هي. ما بدي خليكم تشتغلوا بالعطر، اي ما بدي خليكم تغنوا بهالحي، ما لازم يكون غير غني واحد وهو انا زمرد كورفالي. أكيد دريتي بالخبر. إيه دريت، مروان خبرني. ما صدق على حاله إمتى يخبرك. أنا حكيت لك شو كانت حالة مروان أول ما تعرفت عليه. كان إنسان مدمر على الآخر. كنتوا منفصلين جديد ومروان منهار. بالأول حاولت ساعده لحتى يحقق أحلامه كله، وبعدين دعمته كصديقة لحتى قدر يوقف على رجليه، وبعدها هالشركة كبرت ونحن كبرنا معه، وراحت حالة مروان هديك، واجا مكانه رجال قوي وصامد أكتر ما بتتخيلي. وبعدين شو صار؟ انتي دخلتي على حياتنا، دخلتي بنص حياتنا وضحكتي علينا كلياتنا وكذبتي كمان.
بس أنا ما قبلت إنه خبي عن حدا أبداً. بس خبيتي علينا. بهي الشركة أنا أكتر وحدة وقفت جنبك ودعمتك. حتى مروان كان بده يصرفك، بس أنا اللي منعته. قديشني وحدة هبلة؟ مروان كان بيعرف إنه أنتي بتخربي أي مكان بتدخلي عليه، بس أنا شو كان بده يعرفني؟ كارلا، لوين عم بتحاولي توصلي؟ إسراء، أنتي مجرد سم بالنسبة لمروان، وكل يوم عم يمر عم تموتي. طلعي كارلا، أنتي ما بتعرفي أنا شو عشت مع مروان بنوب، ونحن بشو مرقنا، وما بتعرفي شو الامتحانات اللي خضناها سوا، وما عندك أدنى فكرة أنا شو عشت مع مروان. إيه؟ أنا ومروان زعلنا كتير من بعض، بس كمان كتير انبسطنا مع بعض، ورح نضل هيك دائما. إيه؟ شفت سعادتكن بعيوني. شو هاد؟ افتحي وشوفي. بس أنا ومروان ما صار شي بيناتنا، ما صار شي مثل مو مبين بالصور هي. مانو مثل الصور، ما هيك؟ بدك تتركي لمروان، ولازم تقنعيني إنك تركتيه، وإلا يا إسراء أنا رح سلم كل هي الصور للإعلام. وبيطلع صيتك إنك مرة بتخرب بيوت، وطبعاً أهل الحارة اللي بتحبيهم كتير وأصدقائك وعائلتك كلهم رح يعرفوا بالقصة. وبعدين بتعرفي شو بعمل؟ رح أرفع على مروان قضية طلاق طبعاً، وما رح خلي بجيبته قرش واحد، وبكل بساطة فيي أخذ من إيده الشركة اللي له سنين عم يحاول يبنيها ويتعب فيها. يعني أنا فيني خلي مروان يرجع الإنسان الضعيف يلي ما بيملك شي. وانتي ما بتقدري تعملي هيك شي. بعملها على أنه شوفك قدام عيوني انتي وياه كيف عم تحبوا بعض، بفضل أحرق الدنيا وبعمل كل شي. مو انتي بتحبيه إسراء؟ مو بتعشقي لمروان؟ شرفي هاي فرصة لتثبتي فيها حبك لإله. بدك تنهي هالمسألة، بدك تحكي مع مروان وتنهي كل الموضوع. الحب أوقات بيعني التخلي إسراء. خليني شوفك لأي درجة بتحبي مروان. أمي مو رح تحضر فيلم؟ رفيف، أهلين. سلام. لك يا ميت، أهلا وسهلا. أنا كتير مليت من قعدة البيت، فحبيت إجي شوفك. جاي لتشوفيني؟ كتير منيح. ليكي كنت بدي لك تعي نطلع مشوار، بس مثل ما لك شايفة كتر خيرهم سلموني الشغل لإلي وأنا عم كمل عنهم. يا الله، بس لو بتعرفي لوين راحوا، على السينما. إيه، ومشان هيك أنا مضطر نايب هون للصبح، ما بقدر أطلع أبدا. مبين عليهم غالي. وهن غاليين فعلا. وأنا خليني هون منعوب مع بعضنا. ايوه بصير، بس ما رح تملي؟ يعني هدول هيك على نفس الروتين مثل التعذيب الصيني تبع النقطة نقطة. لا، أنا ما بمل جنبك. شو الحكي؟ تمام، لكن خليني روح أجيب لك أفرول، لأنه لازم تحمي حالك. وقفي شوي، ما بطول. أنت لاقي الأفرول. وين راح الأفرول؟ قالوا ايه زينو؟ ها؟
يا بنتي يعني بدي ابعت خبر لوكالة ناسا ليدوروا لي عليكي؟ والله متت من الخوف عليكي، من الصبح عم بتصل وابعت مسجات. انتي منيحة؟ منيحة. وانتي شو عم تجذبي علي؟ مبين من صوتك انه مالك منيحة. يلا فهميني بسرعة شو صاير معك. لا ما في شي ابدا. زينو بدي اسألك سؤال، انتي كرمال واحد بتحبي شو بتعملي؟ كنتي تخليتي عنه كرمال مصلحته شي؟ شو هالسؤال السخيف؟ ما فهمت عليكي شي. زينو جاوبي على سؤالي. يعني شو بيعرفني؟ إسراء يعني ما رح تفهميني شو صاير معك؟ شي بخص مروان مو هيك؟ صاير معه شي جديد؟ مو هيك، ما صاير شي جديد. المهم مالي فاضي هلأ، بحكيكي بوقت تاني. باي باي. تمام. يا سلام عليك يا أخي، عم تصلح كل شيء. ليك بتشوف كل شيء رح يصير تمام، وبكرة بتقول موسى قال لي. والله وأخيرا يا موسى، غلطت كتير بس رح صلح كل شيء على مهلي. المهم إسراء تكون معي. ايه كتير منيح. رد يا معلم. أهلين إسراء. مروان أنا على نفس الشط اللي بيجي عليه دائما، ممكن تجي لعندي؟ خير صاير شي؟ بس تجي منحكي مروان، أنا ناطرتك هون. شو صار أخي؟ صاير شي؟ ليش هيك وشك تعكر؟ ما فهمت يا موسى، بس لازم روح لعند إسراء فورا. الكمان صوت الكمان حلو كتير، وهو حلو كتير. ايه منيح كتير كتير منيح حلو. انا حاولت نزل من سعر الكمان، فانا بصراحة شاطر كتير بأمور المفاصلة، وبقدر نزل بالأسعار على طول، حتى انه عملوا لي خصم هنيك، خصم كبير. مثلا اذا حدا من رفقاتك شاف هذا الكمان وعجبه وبده يعني يجيب له مثله، فانا بروح بشتريه وبخليهم يعملوا له خصم منيح كمان. انا حابة اعزف لك شي يوم لما منكون لوحدنا، شو رأيك؟ لوحدنا؟ ايوه. انت بعمرك قريتي كيف بيصنعوا الكمان؟ يعني ما عندك فضول بهاي القصة؟ انا قريت وعندي فضول. قريت انه بيروحوا بيجيبوا خشبة وبيحطوها بيعملوها على شكل الكمان. ما بعرف ابدا يا اكرم، وعن جد حاليا ما بيهمني ابدا. انا برأيي انه بالحياة لازم ما نكون عنا عداء للمعلومات، مو هيك؟ ايكو. نعم. امتى ناوي تبوسني؟ شو هالشوب هذا يا؟ يعني ما بيكفي الحرارة؟ لا، ولابس أفرول كمان لحتى تكمل معنا أكتر. شوفي عم بصر مي. إيكو. إيه؟ نحن وصلنا لهي اللحظة؟ أي أيوة والله، نحن بهي اللحظة بالضبط، ما هيك؟ والله ما عم سر. تعي. هذا حلم ما هيك؟ طبعا هذا حلم، أكيد أنا عم شوف منام، وهذا صوت ترنت تليفوني، وهلأ أنا رح فيه ما هيك؟ رح أقرص حالي. بلا سخافة منام، شو هلأ؟ إسراء. أنت منيحة؟ إسراء صاير شي؟ شو صاير؟ مروان عود. إسراء ممكن تحكي؟
ما تخليني أقلق. مروان ليك، نحن ما عم نزبط مع بعض ولا رح نزبط، انتهينا. شو عم تقولي يا أسرة؟ شو اللي انتهى؟ ما تتوقعي مني صدق هذا الكلام. أنا شفتك الصبح كيف كنت عم تطلعي فيني، وانت عم تطلعي فيني مثل ما أنا. مروان، أنا عم قلك إنه أنا ما عاد بدي، ما بقى بدي، خلص انتهى. تركني بحالي بقى، خلص أنا مليت منك ومن اللي عم بتعيشني إياها، ما عم تفهم، خلص انتهى. لا لا أسراء، أسراء ما بيصير، هالمرة ما رح أسمح لك أبدا. بدك تفهميني شو صار؟ ما صار شيء أبدا مروان، أنا عم قلك ما عاد بدي، أنا تعبت وانتهى خلص. أسراء لا، استني، لا أسراء، لا أنا ولا أنت ما رح نقدر نمشي من هون قبل ما تقولي شو عم يصير. شو ما عملتي وكيف ما تصرفتي هالمرة ما رح أتخلى عنك يا أسراء. شو صاير؟ احكي لي هلأ يلا. إينام، شبك إينام أسراء؟ صراحة أنا عم حس بشي تجاه كينام.